بينما فرضية في من أجل يعني إيفاء هذه الحاجيات. جيب دراسي خاص بالحديث على تنمية موارد الدار البيضاء، لأن باش نتفاهموا أن عصب تدبير الجماعة ديال الدار البيضاء خص الفلوس. بطبيعة الحال كاين إشكالات مطروحة فيما يخص تدبير هذه الموارد. هو اليوم كانت فرصة، وهي من بين الصوت من الأصوات اللي هي كثيرا ما تعالت، باش أن الدار البيضاء دير أيام دراسية، وبدينا بهذا اليوم الدراسي ديال الجبايات. كانت مجموعة ديال التدخلات كلها كتمشي في إطار تشخيص الوضع والحديث على اللي كاين دابايا والآفاق اللي منتظر تحقق فيما يخص هذه المسألة ديال تنمية الموارد المالية لجامعة كجامعة الدار البيضاء، اللي كتنتظرها مجموعة من المشاريع اللي فيها واحد السير اللي هو تسيير روتيني اعتيادي كيهم جميع المجالات والمرافق. إذا خص ضروري أننا نوجدوا هذا الجانب المالي، لأنه لما كان الجانب المالي راه نهضروا على شي تدبير مقاد ومقاد وفعال وذو جودة عالية. الشريف مقدمة بين أيديكم إكاهات التحصيل وضرورة تنمية موارد جماعة.